السلام عليكم متابعي قناة كلكت ميديا، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. في فيديو اليوم حنتكلم عن أفضل 5 مسلسلات لموسم رمضان 2020. طبعا هذول الأفضل 5 بالنسبة لرأيي الشخصي. فقبل بداية الفيديو بتمنى تضغط لايك للفيديو وتدعمنا بالاشتراك في القناة. أول مسلسل معانا اللي هو مسلسل برينز من بطولة محمد رمضان. طبعا المسلسل في إطار دراما اجتماعي، بتدور أحداث المسلسل حول عائلة البرينز. بيكون في شخصية اسمها رضوان البرينز. هذه الشخصية بتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية، وهذه القصة كلها بتصير بعد وفاة والديه، لما بيلاقي نفسه رضوان البرينز متولي مسؤولية الجميع بالأسرة. المسلسل من إخراج محمد سامي وتأليف محمد سامي. طاقم العمل محمد رمضان. اسمه بالمسلسل حيكون رضوان البرينز، وعندنا كمان أحمد داش حيكون اسمه بالمسلسل عادل، وعندنا كمان إدوارد، وعندنا كمان صفاء الطوخي، بدرية طلبة، رحاب الجمال، سلوى عثمان، نجلاء بدر، ومحمد علاء. المسلسل الثاني واللي أنا شايفه أفضل مسلسل في رمضان 2020 هو مسلسل النهاية للمبدع يوسف الشريف. قصة المسلسل في عام 2121، بحاول مهندس التصدي للتكنولوجيا اللي أصابت العالم بعد مرور 100 عام من الآن، ولكن بتغير كل إشي لما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه. المسلسل من إخراج ياسر سامي ومحمد الطحاوي، تأليف عمرو سمير عاطف. طاقم العمل حيكون يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد محمود عبد العزيز، شريف منير، وسارة سلامة، محسن محي الدين، محمود إمام، محمد جمعة، أحمد صبري، عمرو الشناوي، محمد لطفي. طبعا ضيوف الشرف اللي حيكونوا بالمسلسل هم محمد محمود عبد العزيز، شريف منير، محسن محي الدين، وعمرو الشناوي. المسلسل الثالث معنا لليوم هو مسلسل سوري، اللي هو مسلسل سوق الحرير، من بطولة ميلاد يوسف، بسام كوسا، وسلوم حداد، وبعض الأبطال السوريين. بتناول المسلسل من خلال أحداثه الفترة ما بين عامي 1950 و 1960، وبتسلط الضوء على حالات إنسانية واجتماعية سورية. مخرج المسلسل بسام الملا ومؤمن الملا. المسلسل من تأليف بسام الملا وحنان حسين المهرجي. طاقم عمل المسلسل بسام كوسا حيكون اسمه بالمسلسل عمران، وعندنا كمان سلوم حداد اسمه بالمسلسل غريب، وعندنا كمان نادين تحسين بيك حيكون اسمها بالمسلسل كريمة، ثادي صباح حيكون اسمه بالمسلسل شحاتة، أسعد فضة وحيكون اسمه بالمسلسل أبو طلال، وعبد الهادي الصباغ حيكون اسمه بالمسلسل عزو أبو قمر، وعندنا كمان قمر خلف حيكون اسمها بالمسلسل خديجة، وفاء الموصلي حيكون اسمها بالمسلسل أم قمر، عندنا كمان ميلاد يوسف حيكون اسمه بالمسلسل أسعد، في كمان سهير فهد اسمها بالمسلسل ام عادل، داريد حداد اسمها بالمسلسل شمس، ربيع جان اسمه بالمسلسل عمر، جفرة يونس اسمها بالمسلسل وحيدة، ايمان عبد العزيز اسمها بالمسلسل ام كريمة، هيفاء واصف اسمها بالمسلسل أم عبد الله، نزار أبو حجر اسمه بالمسلسل رمزي.
باسل خليل واسمه بالمسلسل عبده، مهران نعمه اسمه بالمسلسل سمير، شادي الصفدي واسمه بالمسلسل سيف، فادي الشامي واسمه بالمسلسل طلال، عبد الرحيم حسن اسمه بالمسلسل مهدي، رنا كرم اسمها بالمسلسل صباح، نعيم حمدي اسمه بالمسلسل أبو تيسير. والمسلسل الرابع اللي معانا هو أيضا مسلسل سوري اسمه شارع شيكاغو. المسلسل عبارة عن عمل رومانسي بوليسي تدور أحداثه بين حقبتين زمنيتين مختلفتين، ستينات القرن الماضي والزمن الحالي. المسلسل من إخراج محمد عبد العزيز وتأليف محمد عبد العزيز. طاقم العمل حيكون عباس النوري، أمل عرفة، مهيار خضور، تيسير إدريس، جهاد سعد، نادين خوري، ماهر الراعي، نادين سلامة، وسيم الرحبي، دريد لحام، وائل رمضان، فاتح سليمان، شكران مرتجى، نضل الرواس، هدى الشعراوي، حسام سلامة، همام أيمن رضا، مالك محمد، حسام الشاه. وخامس مسلسل معانا لليوم وهو آخر مسلسل هو مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع، وهو مسلسل لبناني. قصة المسلسل انه برجع جبل الى حياته بعد محاولة اغتياله وبعد ما توفى زوجته وابنه. بحاول الكشف عن الجناة مين اللي قتل زوجته، وبتتصاعد احداث المسلسل لما يعرف اشياء لا يحمد عقباها. المسلسل من اخراج سامر البرقاوي وتأليف فؤاد حميرة، وطاقم العمل حيكون تيم حسن، ديما قندلفت، عادل كرم، منى واصف، أوس المخللاتي، عبدو شاهين، ختام اللحام، روزينيا. طبعا عادل كرم حيشارك في اسم نمر. هذا كان فيديو اليوم، بتمنى يكون الفيديو عجبكم. إذا عجبك الفيديو تنساش تضغط لنا لايك للفيديو وتدعمنا بالاشتراك في القناة. أشوفك الفيديو الجاي، سلام عليكم.